محمد حامد، شركه املاك مصر. احنا ديفلوبر موجود في شرق القاهره، بنتارجت مشاريعنا كلها في هليوبلس والتجمع والشروق. تمام. الوحدات عند حضراتكم عباره عن ايه؟ الوحدات عندنا عباره عن كومباوند اسمه ميريدا، دلوقتي طرحنا فيه المرحله الثانيه فيه اللي هي عباره عن فيلات تاون هاوس وتوين هاوس، مساحات فيها بتبتدي من 280 متر لحد 320 متر، والاسعار عندي بتبتدي من اول 3 مليون 750 لحد 4 مليون 750. تمام. دي اسعار الوحدات بالظبط، مش بالمتر. لا مش بالمتر. تمام. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا.